دعا جلالة الملك بالحرف إلى استقطاب النخب. وبالطبع يعني القراءة كل واحد يمكن له يقرأها، لكن استقطاب النخب يمكن أن تستقطب من هذا. والحركة الشعبية يعني الآن انتهز الفرصة لأقول أن من بين الأحزاب التي استقطبت وتستقطب كثيرا في القيادات، شوفوا غير الوزراء الذي يعني نسميه، احنا ما تنشوفوا شيء واش هذا يعني دوز 30 عام او 20 عام في الحزب وكذا، الا كانت عنده كفاءه ولو يكون يعني دوز شهر يعني تنقدمه، والادله موجوده. ولكن هذا كذلك يطرح على الحركه الشعبيه وعلى الاحزاب السياسيه اشكاليه كبيره، وتدرسناها بالامس، ونشتغل على تحسين الخطه اللي هي موجوده، وهي كيف ربط الجسور مع الشباب ومع هذه النخب، لأن في الحقيقة الخطاب موجه للطرفين، موجه للأحزاب السياسية، لكن لابد أن يستجيب كذلك الطرف الآخر ويخرج من ديك الانتظارية وذاك القضية ديال العزوف على الانتخابات، لأن إلى ما شاركوا شيء هاد النخب وهاد الشباب فمعنى أن غيبقاو دائما على الهامش، وهاد الجسور ما غادي يعمرها تربط ما بين القوى السياسية والجيل الصاعد.